قصة وصلتني من عند واحد السيد ما بغانيش نذكر سميتو، داكشي علاش غنسميوه. المهم خليه تد طيح في بالي شي سميه وغادي نطلقوها ديريكت. فبلا تطوال في الكلام ندخلوا للمسكي بلسان هاد السيد هذا ونحكي وقصته. وكالعاده اللي ما كيعجبوش المسكي نعطيوه المسلوق، نسلوقو ونرويو له بلول الحكايه. هاد السيد كيقول البارحه غادي يجيني واحد السيد في النصاصات ديال الليل، جا دق عليا ويقول لي صفق الله يجازيك بالخير، الا بغيت دير واحد العمل انساني راه ما كاينش اللي غيفكنا قدك انت. انا حتى هو دخل ليا في المسكي ويقول لي واحد السيد جارنا راه مات ولد خوه، وراه فين ما عيطوا لشي واحد باش يغسلو كيطلب منهم الفلوس، هما ناس بساط على خد الحال. لي سمعت انا هاد الخبيره تحطي في بالي انت، عرفتك ما غاديش تردها في وجهي، وعرفتك كدير هاد الاعمال هادو اللي فيها الاجر. فإلا بغيتي دير هاد الاجر هذا وندي معاك حتى انا شويه ديال الاجر، يلا معايا نغسلو داك السيد. الحمد لله لقاني حتى انا كنقلب غير على بحال هاد الهوتات. هادي هي ديك الهوته اللي كيكون فيها الاجر، ما تسمعش هوته وتقول الهوته ديال الدنيا، هادي هوته ديال الاخره. خصك تصيد بحال هاد الهوتات، تصيد الاعمال اللي فيها هم الاجر. لبست عليا حوايجي ومشينا، وفعلا دخلنا عند دوك الناس اللي توفى ولدهم اللي باقي صغير. المهم بلا ما ندخل لكم في التفاصيل، غسلنا داك الدريري مسكين وكفناه وخليته اليوم مكفنا هكاك، وخرجت وديت معايا الرحمة للوالدين. انا وهاد السيد نيت اللي جا عيط عليا. دابا نعرفكم براسي ونقول لكم انا سميتي، المهم غنختاروا لي عبد الغفور، فقيه ديال واحد الجامع. قصتي غادي تبدا نهار 30 في شهر 1 2015، وراكم عارفين ملي كتعقل على لي ديطاي اولا كتعقل على التاريخ بالضبط، وراه داك التاريخ كيكون متورخ ليك في الغلوك. فهاد 30 يناير كان نهار الجمعه، كنت طالع في المنبر كنخطب في صلاه الظهر في الجامع اللي كنت انا الفقيه ديالو. هاد المسجد هذا كان في واحد البلاصه اللي يلاه تبنات جديده وفيها الموبلات، ولكن غير عذروني ما غاديش نقدر نذكر لكم السميه ديال هاد البلاصه حيتاش داكشي اللي شفت فيها كان كيضر في الخاطر. داكشي اللي شفت فيها كان منافي وما صالحش كاع، ما كاين ما نقول عليه وصافي. بلاصه كانت عامره بالفساد، الحمد لله ضربت فيها عام وكان اكفس عام في حياتي وقيلة، حيت كنتي كتحارب واحد الحاجة اللي عارفش انا بلي بلي مستحيل تحاربها. خليني ندخل لكم في صلب الموضوع. هاد الجمعة هادي وهاد الخطبة اللي خطبت كانت تقريبا هي الاميز على الاطلاق، حيتاش كانت هي الاخرى ليا تما في داك الجامع، وتقريبا نقدر نقول لكم بلي هي اللي غادي تغير لي مسار حياتي كامل. علاش؟ ملي ساليت الخطبه قلت نذكر داك السيد اللي جا عندي وقال لي يلا نغسلو واحد السيد راه مسكين، راه ما عائلته على قد الحال، وراه اللي طلبوه يغسلو وكيطلب منهم الفلوس. وهنا قررت انني نذكرها ماشي من باب انني فاخر براسي ولا شي حاجه، ولكن من باب انني ندير واحد البيبليسيتي لراسي بانني انا موجود لاي واحد تفالو شي حد، انا راهن الاشاره. واعطيتهم نمرتي وقلت لهم قيدوها، اللي ما تعرف راه الموت علينا حق، اللي ماتلو شي حد يعيط لي نغسلو، وراني راه كنغسل فابور ما نكذبش عليكم. شحال من واحد غسلته، شحال من واحد اتصل بيا، تقريبا
كاع دوك الايام ما دوز شي سيمانه الا ما غسلتش فيها شي واحد، والحمد لله الله يثبت الاجر. من تما وليت خدام، ماشي خدام وانما زايدها على الخدمه ديالي، وليت مغسل ديال الموتى. ما بغيتش نقول لكم باللي راه هذا كان قرار غلط، حيت هذا الشيء كنت كنديرو لوجه الله، ولكن اللي ما كنتش متوقعه هو هذا الشيء اللي غادي نحكي لكم دابا. حيت بعد 5 ايام من هذه الخطبه تقريبا، واحد المره كنت غادي للبلاد، هزيت حوايجي وغادي للبلاد فين كاينين الوالدين. مشيت وملي وصلت عند الوالدين باقي كنعقل، كان واحد نهار الجمعه نيت، ما بدينا كنخشيو فوجهنا النعمه، صور لي التليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام الفقيه عبد الغفور، هذا ياك؟ اي يا سيدي، هو هذا شنو حب الخاطر؟ انا غيدخل لي هذا السيد اللي يهضر معايا ديريكت في المسكي، قال لي اش غنقول لك سيدي، الله يرحم الوالدين، لما جي غسل لينا واحد الدريري راه يالله مات، راه مات في واحد الكسيده خايبه، مات هو وثلاثة ديال الدراري عشرانو، راه ماتو نيت واحد الموتى ما تبغيهاش لعدوك، راه قاعد تشتتو دوك الزوج ديال عشرانو، راه غسلناهم غير بزز، اما هو فرا ما قدر حتى شي حد يغسلو، راه مضروب بزاف وما عرفناش حتى كيفاش نغسلوه. انا رديت عليه وقلت له دابا انا راه ما كاينش تما، انا راه كاين في البلاد. قال لي الله يرحم الوالدين، غير شوف كي دير، غير جي والترونسبور ديالك راه على حسابنا، غير جي راه انت اللي غادي تفكنا. خير بحال هذا ما نقدرش نقول عليه لا، حيتاش واخا فيه ديبلاسمون، فيه شويه ديال تماره، ولكن قاع هادشي غادي يحسبوا لك الله في داكشي اللي غادي دير. هزيت حوايجي ومشيت ديريكت، وصلت تما العشيه تقريبا، مع كانت البلاد ماشي بعيده، غير قريبه تقريبا البلاصه فين كنت خدام في داك الجامع ديال ديك المدينه. انا غسلت بزاف ديال الناس، ولكن كانوا اغلبيتهم كيكونوا ناس كبار في السن، ولكن هاد السيد هذا اللي غادي نغسلو كانت عنده 18 سنه، وتقريبا تاني واحد اللي غادي نغسلو في هاد لاج هذا. توكلت على الله وتحركت، مشيت ساعه وربع تقريبا ديال الطريق في الطاكسي، وانا وصلت للكوان اللي كاين فيه الجامع فاش خدام. هنا غير صيفط لي السيد لوكاليزاسيون، دازت شي ربع ساعه وقفت عليه في الدار اللي فيها داك الميت. مع دخلت عنقني واحد السيد وقال لي دخل سيدي دخل. بعدا اللي لاحظت هو انه البكاء ما كاينش، الكارم في ديك الدار بحال الا تقول ما فيها حتى شي واحد، وفعلا ما فيها حتى شي واحد نيت واقيله من غير هاد السيد اللي حل لي الباب. المهم دخلني ديريكت للبيت اللي فيها الجده ديال داك السيد اللي توفى. بيت كان فيه الضو شويه، ولكن داك الضو خافت، كان فيه واحد الكارم كيخلع، واحد الهدوء وواحد السكينه. انا براسي تخلعت واخا كنت موالف على بحال هاد الاجواء، ما عرفتش شي حاجه خلاتني نحس بواحد الخوف، شي حاجه اللي في شكل. زيد عليها العائله ديال هاد السيد ما لقيتهاش، كيف قلت لكم لقيت غير هاد السيد اللي حل لي الباب. هنا غنسولو قلت له واخا قول لي يا سيدي فين هما اهل هاد السيد هذا اللي مات. قال لي انا قدامك. انا ما بغيتش نحرجو، ما عرفتش علاش ما بغيتش نزيد نسولو ونحكر عليه، داكشي علاش قلت له اه واخا على بركه الله، انا غنعيط على واحد زوج دراري راه كيقراو عندي القران في الجامع، غادي يعاونوني في التغسيل. قال لي واخا، عيط ليهم فعلا بالخف وقفوا عليا، حتى هما كانوا كيعاونوني مساكن في هاد العمليات ديال تغسيل الموتى. مع دخلوا عندي وجد ليا داك السيد الماء سخون، وجد ليا كلشي داكشي اللي كنحتاج باش نغسل الميت.
وهذا الشيء بأمر مني. داك الشيء قلتوا لي قبل ما يجيوا هادي الدراري. ملي وصلوا هادي الدراري قلت لهم اجي وراه كتب لكم الله عاوتاني واحد الاجر تديوه. باسوا لي يدي وقالوا لي على سلامتك بعدا السي عبد الغفور. قلت لهم الله يسلمكم. هنا غنسول داك الدري اللي استقبلني والدري هو نيت اللي يهضر معايا في التليفون. قلت له واخا اش كتجي انت لهاد السيد اللي توفى؟ قال لي انا ولد عمو. انا قلت على بركه الله داك السيد اللي كان ميت كان مغطينه بواحد الليزار. ينفوا بديت كنقرب ليه بديت كنحس بواحد البرد في شكال. بديت كنحس بواحد البرد وكنحس بواحد التبوريشه. هاد الجثه هادي كانت ديال واحد الشاب كان تبارك الله طويل ومقطر. اللون ديالو كان خيمري معرفش ما بين الليموني والصفر. هاد اللون هذا كان غريب واحد الشويه ولكن قلت واقيلا رائحه الموتى. راه ملي كيموت بنادم كيتبدل اللون. انا شفت دوك زوج دراري اللي غادي يغسلوا معايا قلت لهم يلا نبداو بسم الله. انا زيت واحد القران عطيته لذاك الدري ولد عم هاد السيد اللي مات. قلت له انت غير سير وقف ليه وبقى تقرا علينا القران. قرا اي صوره المهم حل القران وقرا ما تيسر منه باش تيسر لينا القضيه ونصلو في احسن حال ان شاء الله. بدينا في التغسل الخوت. ما نكذبش عليكم الجو كان بارد ولكن واحد العرق كنا عرقانين لا انا لا الدراري اللي كيعطوني الماء وكيشدوا معايا. كنا كنتقاطروا بالعرق منين الله اعلم. مع العلم اننا ما كاينش شي جهد اللي غادي يخلينا نعرقوا بحال هاد العرق هذا. العرق 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 عرفتو لوكور ديالي كنحس به كامل وعرقان. وحتى دوك الدراري كنحس بهم عرقانين وكنحس بهم فاشلين ما قادرين شي يديروا مازال حتى شي جهد. لدرجه انه ملي كنقول شي واحد راه مد ليا السطيله ديال الماء كيمد ليا بحال الا غيهز شي طون ديال الحجر. اما ولد عمو فراه كيبدا يقرا شويه القران ويبدا يبكي 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 لدرجه انني بديت كنقول ليه مالك. تيقول لي ما عرفتش مالي. الا سولتي اي مغسل ديال الموتى في شي حاجه بحال هكا يعني في شي حاله بحال هاد الحاله اللي حنا فيها دابا غيقول لك جمله واحده الصالحين تحت ما كيعيا في تغسيل فاش يكون كيغسلهم والطالحين هما اللي كيكونوا كيعييو المغسل وكيبانوا عليه بحال هاد الاعراض. بقينا مقاومين وما عندنا ما نديرو مع هاد الميت ما يدير قدام الغسال. ودخلنا دابا في هاد الشيء خصنا نكملوا هاد الجثه اللي قدامنا في التغسيل وربي كبير. بقينا خدامين حتى وصلنا لواحد لوبيراسيون اللي غادي خصنا نقلبوا فيها الجثه على جنبها اليمين باش نحكموا الظهر مزيان ونغسلوه حتى هو. انا طلبت من الدراري يعاونوني عرفتو جانا ثقيل بزاف باش نقلبوه. مع قلبناه اللون ديال هاد السيد هذا اللي ميت بدا كيتبدل. اللون ديالو في الاول كيف قلت لكم كان بحال الا اصفر مخلط مع الاورانج. اللون ديالو دابا ولا غادي وكيزرق غادي وكيزرق بواحد الطريقه ملحوظه يعني كتشوف فيها هو غادي وكيزرق. الدراري اللي معايا تخلعوا وقلت لهم غير بيدي قلت لهم ما تخافوا والو غير نسربيو شويه. ولكن ما نكذبش عليكم الموضوع كان مرهق بواحد الشكل اللي غريب بزاف. عينا بزاف وخدا هادشي منا خدا الوقت خدا منا وقت ديال بحال الا غتغسل 6 ولا 7 ديال الناس شي 6 سوايع وحنايا كنغسلو في هاد السيد. عرفتو ما ساليناه غير بالكشايف. ملي سالينا جينا باش نهزوه ونحطوه في الكفن. عرفتو تعاوننا عليه كاملين حتى داك ولد عمو جا تعاون معانا. ولكن والو عرفتو راه بحال الا بغيتي تهز شي حجره فيها زوج طون
عرفتو بزز بزز باش حطيناه فوق داك ليزار اللي غنكفنوه فيه. الفقرات ديال داري بديت كنحس بهم غيطردقوا، عرفتو فاش كنا هازين وغاديين غاديين به للكفن، حسيت بلي بحال الا الارض كتجبدو، بحال الا ارض مغناطيس وحديد، بحال الا ما بغاهاش يمشي لداك الكفن. نقدر نبان لكم بلي كان بالغ، ولكن كنقول لكم انا غير داك الشيء باش حسيت، وربي شاهد على كلامي. ديك المده فاش غاديين به للكفن طاح من يدينا زوج مرات. المهم من بعد ما حطيناه في الكفن، من بعد هاد المحاولات كاملة، عرفتو إن فوا تحط على الكفن بدات كتخرج واحد الريحة نتينة، واحد الريحة بحال إلا تقول ريحة الجيفة، واحد الريحة ما تقدرش تصبر ليها، لدرجة أنو الدراري وتا داك ولد عمو حلو الباب وخرجوا، شي بدا كيتبوع، شي بدا كيشد غير نيفو وسد فمو. وحتى انا خرجت، حتى انا خرجت حيتاش ما قدرتش نصبر مازال لديك الريحه. عرفتوا الريحه ديال القواد احسن من هاد الريحه بمليار مره، يعني تستحمل الريحه ديال القواد وما تقدرش تستحمل هاد الريحه اللي كنشمو دابا. عمرني شميت في حياتي شي ريحه خنز من هادي. هاد الوقت هادي فاش خرجنا كانت غادي نشوف في المكانات دي، انا غادي نتخلع بالبيان ملي غادي نشوف بلي ضربنا اكثر من 6 سوايع وحنايا في هذا البيت هذا كنغسلو في هذا السيد. اي واحد غادي يسمع هذه القصه الا كان ديجا غسل شي حد ميت غيعرف الوقت ديال التغسال ماكسيموم كياخذ منك ساعه كاع. المشكل هو اننا كنا كنغسلو وغادي تكون غيكون فاتنا العصر، والمشكل هو اننا كنا راه قراب للجامع وما سمعناش الاذان كاع نهائيا، كنا بحال الا منعزلين على العالم في هاد الدار هادي. هنا واحد اللحظه غادي يسخف لينا داك ولد عمو، بدينا مضاربين معاه حتى هو باش نفيقوه بزز باش فاق. باللي فاق قلت له اذكر الله اذكر الله، ملي شتو صافي يعني رجع للوعي ديالو قلت له دخلت عليك بالله غادي نسولك سؤال وجاوبني بكل صراحة. قال لي يا قولها سي الفقيه انا غنجاوبك. قلت له هاد ولد عمك هذا واش كان كيصلي ولا لا؟ يعني بدا كيتعلتم في الكلام وقال لي راه وقيلا كان كيصلي ان شاء الله، راه كان كيصلي ان شاء الله. انا ما بغيتش نحكر عليه مع خونا يلا فاق من ديك السخفه اللي سخف، كان باقي دايخ. صافي خليته، حاولنا ندخلوا لديك البيت باش غير نسدوا الكفن ولكن والو ما قدرناش. انا غطيح علينا الفكره ديال الكمامات، صيفطت واحد من الدراري يجيب لينا الكمامات، وفعلا مشى جابهم، درنا الكمايم ودخلنا. ولكن هنا ملي غندخلو غادي نتصدمو اكبر صدمه، حيتاش الجدة ما كانتش تما. ما عرفتش واش ربي عمالينا البصيره ولا شنو، ولكن في ديك الدخله بعدا ما بانتش لينا الجدة فوق الكفن. ويلي فين مشات الجدة؟ بعد اللحظه وي بحال الا صفى الحال، ما عرفتش راه كيوقعوا شي حوايج بحال هاد الحالات، تقدر تبان لكم غريبه ولكن هادشي اللي عطى الله وربي شاهد على هادشي اللي كنقول لكم. واحد اللحظه بانت لي الجدة ما بقاتش في بلاصتها، حنا كنا حطيناها فوق داك الكفن اللي كنا مسرحينه في واحد البلاصه، بانت لينا الجدة ما بقاتش فوق داك الكفن بحال الا كحازت الجنب خرجات منه. اللي وصلنا ليها لقينا بحال الا كتخرج منها شي حاجه كحله، المهم اي تقبه كاينه في لوكور ديال داك السيد خارجه منه واحد الماء كحل. هاد الماء هو اللي عاطي داك الخنز. اضطرينا اننا نبداو نغسلوه تاني من جديد، حيتاش خصنا نقيوه.
والغريب في الامر هو انه هذا الماء هذا كان كيخرج له بزاف من فمه. كنت وقت ما غسلت فمه وقت ما مسحته كيخرج منه تاني هذا الماء، كان بحال الا تقول كينزف بالدم كحل. ما بغاش هذا النازف يتحبس. المهم بقينا مقاتلين حتى بان لينا داك الشيء باللي تنقص، وهنا زربنا عليه حطيناه فوق الكفن وكفناه وبدينا كنرشوا في الريحه باش تحيد هذه الريحه النتينه اللي كاينه. خوينا سي جوج ريحات تقريبا باللي ساليناه، عطيتو لولد عمو قلت له خدمتنا حنا درنا الله يثبت الاجر والله يرحم هذا السيد. قال لنا واش ما غتصليوش عليه معنا؟ قلت له لا، غير سير صليو عليه نتوما، دير الجامع يصليو عليه ولا شوف اشنو دير. المهم خرجنا عرفتي بحال دوك الناس اللي حصلوا في شي بلاصه وبغاو غير يتفكوا، وما حنا بغينا غير نتفكوا نخرجوا خلاص. مشيت لداري ديك الليله عرفتو دوشت شي ساعة ونص وانا تحت الدوش، والو باقي كنشم في لوكور ديالي ديك الريحة. المهم دوزت ديك الليلة غير بمشقات النفس، بدات كدوز ليام تنسيت. واحد النهار من بعد شي 10 ايام تقريبا تلاقيت مع داك السيد داك ولد عمو، تلاقيت معاه غير صدفة بارازار في واحد السويق. انا كاع ما كنت شفتو هو اللي شافني. قال لي كي داير السي عبد الغفور؟ ملي درت لقيته هو قلت له اهلا كي داير بخير؟ قال لي ما بخير ما والو، الصراحة درت واحد الذنب ومن ديك الايام فاش غسلت داك ولد عمي راه كنبغي نجي نهضر معاك وما عديش الوجه اللي يهضر، ما عديش اللسان اللي يتكلم يهضر معاك يعترف ليك بذنبه. قلت له عارف اللي كذبتي عليا. هنا بدا كيدمع، جريته لواحد البلاصه ما يشوفوش فيها الناس حيت عرفتو بغى يعاود ليا شي حاجه. وصلنا تحت واحد القنيته تحت واحد الدار وبدا كيتنخصص وكيبكي وقال لي يا ريتني كون غير كذبت، يا ريتني كون غير كذبت وصافي. راه ما عرفتيش انت داك الدري كيفاش مات. بقيت غير كنشوف فيه زعما هضر انا كنسمعك. انا غير رد عليا وقال لي راه فاش قلت لك كيصلي راه ما عمرني شتو كيصلي، وراه ما كانش كيفكر حتى يتوب ولا يحط جبهته للارض. هذاك السيد راه كان دائم الذنوب والمعاصي، وكان كان قلت له هادر انا غايقول لي كان كيدير الفعل ديال الليواط، كانت هذه هي البليه ديالو. وشتي الليله فاش غيموت راه دار داك الفعل الشنيع وراقب ضليل الله روحو وهو كيدير فيه. وعرفتو فاش بغينا نمشيو ندفنوه الكفن ديالو راه ما بقاش بيض، راه ولا كحل بديك ديك الماده الكحله اللي كانت كتخرج منه، لدرجه انه الناس اللي مشاو معانا باش يدفنوه تحد ما قدر يقرب وكل شيء هرب. وعرفتي يا سي عبد الغفور شتي اللحظه فاش قلتي لي سير قرا القران؟ اقسم برب الكعبه الا مع حليت القران ما كيبانوش ليا السطور اللي فيه، بحال الا حليت شي كتاب شي دفتر ما فيهش الكتبه. راه كنت كنقرا غير داكشي اللي حافظ، داكشي علاش كنت كنبكي. والا لاحظتي ملي بديت كنقرا حيتاش كنت كنقرا غير داكشي اللي حافظ، كنقرا غير شويه وكننسى لدرجة أن الفاتحة ما قدرتش نكملها، نسيت على سطورها الآخرين. وملي بديت كنقراها داكشي اللي تيسر ليا في لساني كنسمع واحد الصوت ديال الصفار في ودنية. عبد الغفور راه داك السيد راه ديك الريحة اللي خرجت منه راه هي اللي خلاتني نسخف، حيتاش عرفت أنا شنو كان كيدير. ربي قرر أنه يفضحو في الدنيا قبل الآخرة. تنيت واحد تنيت عميقة وقلت له فراسك حتى لدابا ما قلتيش ليا شنو كان كيدير داك السيد، شنو كان كيدير المرحوم بالضبط؟ انا غيبدا يسرسر ليا بكاع داكشي اللي كان كيدير وداكشي اللي عارف عليه واللي شافو
واللي حضر معاه بعض الأوقات فيه. قال لي عرفتي داك السيد كان أولا ديما عاطي الشراب ديما ما كيسحاش عدو طوموبيل. والديه كانوا توفاو شي 3 سنين هادي وخلاو له الدار والطوموبيل واستغلوا داك الشيء في كل ما هو حرام. تعاشر مع شي مسخة الوالدين والمشكل كان هو غيدخلوني معاهم حتى انا في ديك العشرة. غير انا كنت كنخاف شويه ومره كندير ديك ضرب وهرب. كانوا عاطينا المشكل ماشي الشراب صافي، كاع الموبقات الشراب الحشيش الزوانات المهم اياتها لعبه محرمه ربي وكتبوق كانوا كيديروها. وهذوك مساخة الوالدين اللي تعرف عليهم كانوا كاملهم من دوك الناس ما عارفش كيفاش نقول عليك السيب الغافور. قلت له غيقول قال لي دوك الناس اللي ما هما رجال ما هما نسا. قلت له فهمت. قال لي كانوا كيسكروا حتى كيسكروا وكيرجعوا للدار وكل واحد كيدخل مع واحد البيت وراك عارف واحد كيدير راسو مرا واحد كيدير راسو راجل وكيبقاو على داك الفعل الشنيع. قلت له لا حول ولا قوة إلا بالله. كمل. قال لي عرفتي ديك الليلة فاش غيديرو ديك لاكسيدون كانوا يلا داروا داك الشي اللي غيديرو في الدار وقالوا رانا نخرجوا نقصروا شوية. كانوا هما أربعة ملي خرجوا كانوا سكرانين بيلانتي. الأول اللي خرج من الطوموبيل كان قال لهم أنا ضرني راسي ما قدرتش مازال نكمل معكم هاد الصرا غي سيروا بوحدكم. فعلا هذاك بحالي ربي بغاه يخرج من داك الشيء اللي كان غيوقع. ايوا ملي مشاو هما بثلاثه غيديروا واحد الكسيده خايبه مع واحد الرموك. عرفت دوك الزوج الاولين اللي كانوا القدام واللي كان منهم نيت هاد ولد عمي هذا راه بزز باش خرجوهم من تحت داك الرموك. اما الثالث ذاتو الدقه في الراس مات في البلاصه. ولد عمي وهداك اللي القدام كانت باقا الروح كطلع وتهبط فيهم. داوهم للسبيطار ومن تما دا ربي الأمانة لدو تما فين زاقات أرواحهم. المشكل الوالد اللي هو عم الدري كان عارف واش كيدير ما بغاش يتدخل قاع في هاد الشي وأنا ما كان عندي ما ندير. كان ضروري خصني ندفنو حصلت فيه ضروري خصني نوقف معاه حتى يمشي المتوال الاخر. وتما فاش عيط ليك وراك شتي كل شي بعينيك وشنو وقع. قلت له شتي واخا كاع هادشي اللي درتي وراه ربي واحد النهار غادي يغفر لك مادام الروح مازال كطلع وتهبط فيك. عندك فين تصلح هادشي ياك انت كنتي هاكا تسكر معاهم. قال لي قلت له داك الفعل ديال قوم لوط كنتي كديرو. قال لي لا اعوذ بالله ولكن كنت كنديرو مع النساء يعني راك عارف كنت كنزني الله يسمح لي. قلت له دابا دويت لك على الرجال واش كنتي كدير شي حاجه مع الرجال. قال لي لا. قلت له الحمد لله راه عندك فين التوب ولكن قول لي داك الدري اللي ما دارش معاهم كسيده واللي كان تا هو كيدير معاهم دوك الفعل الشنيع واش باقي عايش؟ قال لي راه باقي عايش وراه عارفو فين ساكن. قلت له يلا مشي وعدو بغيت نهضر معاه. قال لي يلا. مشينا ودقينا عليهم دارهم وغادي يخرج لينا با تسولنا عليه. قالنا راه ولدي مريض طايح كوما في الدار ماشي كوما وانما راه من النار ماتوا صحابه وهو شاد الفراش.
قلت له انا راه رفقي ديال الجامع واش نقدر نطلع عندو؟ قال لي مرحبا سيدي. طلعت عندو كيما دخلت البيت ولقيته في واحد الحاله يرسل واحد الحاله ما تبغيهاش لعدوك. خونا ولا غير مسمر في بلاصته وما كياكل ما كيشرب، لوكور ديالو ضعاف ورقاق. بينا فيه كان تا هو صحيح، ولكن والو ديك الصحه تساست. خونا مات بالخلع، بحال الا تقول ميت وهو مازال عايش. هنا هضرت معاه قلت لي كي داير ولدي لاباس؟ قال لي شكون انت؟ قلت له انا الفقيه ديال الجامع. قال لي واخا شنو بغيتي؟ قلت له انا عرفت داك الشيء اللي وقع لصحابك، ورانا اللي غسلت واحد فيهم. انا بدا كيبكي، بدات يبكي كيبكي كيبكي، خليته حتى بكى حتى تنخصص على خاطر. قلت له مالك ندمان؟ قال لي ندمان على داك الشيء اللي كنت كندير. قلت له الحمد لله راه باقي كل شيء بين يديك، راه ربي كتب لك عمر جديد باش تتوب. قال لي واش بالصح؟ واش بالصح نقدر نتوب السي الفقيه؟ قلت له اكيد انك تقدر تتوب، ربي راه كيغفر كاع الذنوب من غير الشرك به. قال لي احلف بالله الا هادشي اللي كتقول لي راه كاين. قلت له والله القسم الا هادشي اللي كنقول لك هو اللي كاين، وراه هادشي هو اللي كاين في ديننا الحنيف. قال لي دابا انا نقدر نتوب ونصلي وربي يتوب عليا ويسمح لي ويغفر لي على داكشي اللي كنت كندير. قلت له اه، ولكن بشرط غادي توب توبة نصوح. مسكين ناض هو يعنقني، ناض عنقني وقال لي انا غنوض دابا ندوش، دابا غنوض ندوش. وفعلا خرجت وخليتو ناض مشى يدوش. عرفتو داك الدري وليت كنشوفو ديما في الجامع وديما في الصفوف الاماميه، ديما ورايا في الصف، ديما كنشوفو في الجامع. عرفتي لدرجة انه التزم ودار اللحية ولا كيدير تيلبس التقصير. عرفتو ما نكذبش عليكم، هذيك هي الحاجة الوحيدة اللي خلاتني نفرح على داك البلاصة اللي كنت فيها. لما باقي ما نكذبش عليكم ديك البلاصه كانت خايبه بزاف، فيها كثرت الشباب اللي كانوا غير كيكريو تما البارطمات فيها. المهم راكيد انكم كل واحد في مدينته غادي يكون عارف شي كوان بحال هذا. داك الدري التازم، وماشي غير التازم، التازم وتزوج. المهم هادشي اللي فراسي من بعد، حيتاش انا غادي نتنقل لواحد البلاصه اخرى، والحمد لله هاد البلاصه بعدا اللي وليت فيها مكالميه وفيها الناس عائلات. ولكن بقيت متبع الاخبار ديال داك الدري عن بعد، عن طريق ولد عمت داك الدري، ولد عمو ماشي ولد عمتو، ولد عم داك الدري اللي غسلنا اللي حتى هو التازم وشد طريق الله. وهادشي اللي كاين، بغيت غير نقول لكم بلي الواحد ديما يدعي ويقول اللهم احسن خاتمتنا. والله الخوتي لهاد القصة درتها للموعظة، بغيتك تاخد منها العزيز وحتى انت العزيزة فكرة، بغيتك تاخدها موعظة ليك، بغيتك تاخدها كعبرة. حيت تقدر واحد النهار انت تقدر تكون بلاصة هاد السيد اللي غسلنا، قدرت انت واحد النهار تموت على شي حاجه اللي كنتي كديرها، قدرت انت واحد النهار ما تلقاش حتى اللي يصلي عليك. راه تحد فينا ما عارف امتى غيموت، وتحد فينا ما عارف فين غيموت، تحد فينا ما عارف شنو غيوقع ولا شنو كيوقع. خصنا نفيقو. غنختم عليكم وغنقول لكم باللي راه من عاش على شيء مات عليه إلا من رحم ربي. هاد القصة الخط وصلتني من عداد السيدة اللي عودة عليا وكيحلف بالله بلي هاد الشي اللي
قال كاملو فري. اوه عارفه ما غاديش تعجب بزاف ديال الناس اللي غادي يكونوا للاسف طايحين في المعاصي. انا ما كنقولش لك كون مالك، كلنا غارقين في الذنوب تاع الودني، ولكن الواحد يحاول يصلي ويدعي الله رب، غير صلي ودعي، دعي بقلب صافي، دعي الله وقول يا ربي يا ربي عفو عليا الا كنت كدير شي حاجه ما هياش، بقى دعي ديما ديما، دعي بربي عفو عليك، وراه اكيد ربي ما كينساش العباد ديالو، اكيد ربي غيستاجب لك واحد النهار. ف ما كرهتش هاد القصه هادي توصل للماكس ديال البارطاج، ما كرهتش والله القاسم، حيتاش بغيتها توصل بزاف ديال الناس، بغيتها توصل بزاف ديال الناس العزاز، بغيت الماكس ديال البارطاج، حيتاش قصه الموعظه ماشي الاستمتاع. تيلا نعساتك مزيان، ولكن ملي تفيق عاود تصنط عاود تمعن في القصه مزيان. بغيت الماكس ديال البارطاج الخوت، هادي ما كنطلبهاش منكم، ياك كنطلبش منك تبارطاجي ولا دير لايك، ولكن هاد المره غنطلبها منك، دير لايك كومونتي ايتها لعبه باش القصه تبارطاجها مع بزاف ديال الناس. ربما تقدر انت ما مثلا انت مثلا هاي القصه تصنطي ليها، ولكن تقدر تنفع بها واحد اخر، يقدر تاثر فيه، يقدر تاثر فيه وياخذ يشد طريق الله، وتكون انت هو السبب. راه داك الكليك داك البارطاج راه سلاح ذو حدين، راه بارطاجيتي شي حاجه اللي فيها، بارطاجيتي شي حاجه اللي زينه راه غادي تحاسب عليها في الاخر، بارطاجيتي شي حاجه الخايبه راه غادي تحاسب عليها في الاخر. ولكل مقام حساب، كاين الحساب وكاين الحساب، كاين حساب زين وكاين حساب خايب. داكشي علاش بغيتك تبارطاجي هاد القصه، هاد القصه بالضبط بغيتك تبارطاجيها صديقي، بغيتك تبارطاجيها وعاودتها مرارا وتكرارا. الدليل اللي غيخليك تعرف باللي هاد القصه من الاخر بغيتك تبارطاجيها باش تعمل فايده، وباش ما تعرف شتي لا غير واحد اثرت فيه هاد القصه وخلاته يشد طريق الله، سعدات هذاك اللي بارطاجا عليه ووصل عليه، راه واحد الاجر اللي غيكون عندو عظيم عند الله. فما كاينلاش نهضر، مازال عارفكم حرار وكتفهموها بالغمزه، ماشي كيف العبيد اللي كتفهم بالدبزه. نختم كلامي ونقول الله يحسن خاتمتنا، والله يعفو علينا، والله يدينا في الضو، الله يدينا في الضو. الترن ديال هاد القصه كانت هادي هي التيرمينيس ديالو، فهذا ما كان العشران. بارطاجي العزيز، بارطاجي بكل ما كتحمل الكلمه من معنى، بارطاجي شارك شير، المهم بارطاجي يا صديقي، اكتيفي المود ديال الانسانيه والمود ديال واحد النهار راك غتموت، وبارطاجيها ما تعرف تقدر تكون سببك في شي حاجه زوينه ليه. تهلا.